شكون اللي ضربوا شي وحدين وهربوا. هي ولدك راه مضروب. ها هو انا مضروب في الدار، جيت نجري للدار لقيت ولدي منشور على عين كفاه وفايض بالدم. قلت ولدي راه كيموت. قال لي ودي لا انا راه غادي للدار الى الصباح عيط الرئيس. عيط الرئيس، الرئيس تليفون داير فيه العلبه الصوتيه ما كيجاوبنيش. عيط للمولى امبيلونس الاخر كيصوني التليفون تيسكت. عاود عيط ثاني للمولى امبيلونس اللي هضر معايا قال لي سير طلع عند الرئيس انا راه ما نقدرش نجي عندك. واش الناس عيان واش الناس الدري كينزف وكيقول تغطوني على البرد وكيزعل وكيتألم. حلينا الولد الطوموبيل باش يدخل على البرد توقفوا علينا الجدارمية. قال لي فين ولدك المهدي؟ قلت له مالو؟ قال لي ولدك المهدي راه مضارب. قلت له مضارب كيفاش شنو دابا؟ قال لي راه جينا بغينا نديو. قلت له اجي شوف ولدي ها هو انا غادي بيه للسبيطار راه كيموت. انا مصطفى بغداد بات المرحوم المهدي بغداد اللي تقتل اللي تضرب نهار الاربعاء مع تسعود ديال الليل. انا كنت كنصلي في الجامع وولدي راه منشور في الدار. جابوا غير واحد جوج صحابو جابوه مضروب وانا كانوا يسمعوا ليا ولكن انا كنت في الجامع. ملي خرج من الجامع قالت لي زابيل ملي عاود عيطوا ليا قال لي ولدك راه مضروب. ها هو انا مضروب في الدار. جيت نجري للدار لقيت ولدي منشور على عين كفاه. شكون اللي ضربوا شي وحدين وهربوا وفايد بالدم. بقينا مشينا انا هز التليفون عيط لمولا امبيلونس ديال الجماعة. قال لي يا ودي انا غادي الصباح للدار البيضاء غادي الصباح ودي راه ما نقدرش نجي نديه. قلت له ولدي راه كيموت. قال لي ودي لا انا راه غادي للدار البيضاء الصباح عيط الرئيس. عيط الرئيس، الرئيس تليفون داير فيه العلبة الصوتية ما كيجاوبنيش. من بعد عيط لمولا امبيلونس الاخر كيصوني التليفون تيسكت. عاود عيط ثاني لمولا امبيلونس اللي هضر معايا قال لي سير طلع عند الرئيس انا راه ما نقدرش نجي عندك. واش الناس عيان واش الناس الدري كينزف وكيقول تغطوني على البرد وكيزعل وكيتالم. الام ديالو عاد مشات ثاني عند واحد جبد جيرانها دقت عليه قالت لي انا مزوقه في كل راه كيموت. راه عيطنا للابيلونس وعيط مشينا لعند سميتو واحد الخطاب راه ما كان حتى واحد ما دار معنا حتى حاجه. قال لي لا خالتي نديه نديه باش ما كان كيما باش ما كان غنديه واخا ما عنديش الحق نديه راه غادي نديه. حلينا لولدنا الطوموبيل باش يدخل على البرد توقفوا علينا الجدارميه. جا عندي العساف ديال الحوانت قال لي ترى با مصطفى تكلم الجوندارم راه باغينك. نزلت انا تميت غادي عندهم وقفوا حدا الطوموبيل من بعد منا واحد جوج خطوات. قال لي فين ولدك المهدي؟ قلت له مالو؟ قال لي ولدك المهدي راه مضارب. قلت له مضارب كيفاش شنو دابا؟ قال لي راه جينا بغينا نديو. قلت له اجي شوف ولدي ها هو انا غادي بيه للسبيطار راه كيموت. ها هو راه فايض بالدم وراه كيموت. فين هو؟ قال لي خصنا نشوفو واش هو ولا ماشي هو. قلت له اجي تشوفو. حلينا الطوموبيل قلت لهم ها المهدي ها هو هذا اللي تقلبوا عليه ها هو. ها هو فايض بالدم ودير لي الفوطة على راسو. قال لك فين مضروب؟ قلنا لي الراس. قال لك حيد الفوطة. شافوا لي راسو محلولة محلولة صوروا لي راسو صوروا ديك الضربة صافي. وقلت لي خصني نعتق ولدي انا ولدي راه كيموت صافي مشاو بحالهم. وحنا مشينا جبنا دينا للسبيطار. السبيطار ما هي ما لونها ما كاينش الطبيب ما كاينش دوك شدوا غير دوك فرامي دوك الطب ستاجير باغيين يخيطوا ليه بشوية عليهم ويهضروا في التليفون وهادي ومن هنا وبشوية عليهم والدري يخيطوا ليه ويغوت يخيط ويغوت يخيطوا ويغوت. شويه جا قالت الطبيبه ما عرفتش قالت السيده عندي دابا تقول لكم واش قالت لي. قالت لي ولدكم خصكم تديو يدي سكانير. مشينا في الدار البيضاء في موريسكو في موريسكو حنا اللي عيطنا لواحد مولا فيلاس قلنا له ودي تعالى دينا ولدنا الكلينيك اللهم نديرو لي سكانير في الكلينيك قبل ما نديو حنا لموريسكو بعد نربحو شويه الوقت باش نعرفو شنو عنده. فعلا مولا فيلاس مسكين دانا الكلينيك درنا لي سكانير صافي وما يعيطو للطبيب. بدا تخرج ليك شكوته من فمو وداك الشيء يعيطو للطبيب. الطبيب ملي جا هو يقلبو بدا يقلب في العروق ديالي يقلب لي في رجلي يقرص لي في رجلي. قال لك اودي هذا خاصك تخلو عندي واحد 10 ايام واش غتقدرو تخلصو هاد 10 ايام؟ قلت له ودي حنا الحاله ضعيفه 10 ايام بزاف. ودري هو يقول لهم والله ما نسرسو
كما قال لكم 10 ايام تعالوا نديوه سميتو السبيطار الدار البيضاء الموريسكو. هذاك الشيء اللي درنا قلنا قالوا لي داروا لي الاكسجين في لامبيلونس وغادي يمكن ميت يمكن غادي ميت يمكن. حنا ركب مع اخوه ركبنا مع اخوه المهم ولا باك الدور عدو وكي تقول لي واش باقي يتنفس هذا كيبكي ما عرف شنو هو كيدير. المهم هي هذيك ملي وصلنا تمايا دخلوا الانعاش من بعد الانعاش قال لك هذا خصو يدير العمليه سيروا ديروا التحاليل. مشينا دايرة بعدا مولا مولاش حسب لنا 30000 ريال هذاك مولا مولاش اللي دانا مولا مولاش اللي دانا من الحسن الثاني دانا الكلينيك هذاك ما تخلصش معايا مسكين. قال لك صافي يا سيرو الله يعاونكم نطلبوا الشفاء للدري. الاخر قال لك 30000 10000 ديال الاكسجين و 20000 ديال لابيلونس. ملي وصلنا تما قلنا له ودي حنا راه ما عندناش ما هزيش معنا لا فلوس لا والو. المهم هي هذيك دخلنا الانعاش تسنى وقال لك غادي يمشي يدير سكانير من تما من 12 حتى ل 16 ديال الصباح 16 الصباح دخلوه للبلوك. ملي دخلوا للبلوك لقينا تسنى وقال لك دابا نقول لكم تسنى ما تسنى تسنى ما يوقع الا الدري راه ميت.